الله يحفظك كتشاهدوا معنا مشاهدينا حج الدواب، كيف كتشاهدوا معنا؟ يعني حملة مشتركة لتحرير الملك العمومي، وكذلك اللي كان فيها الدواب، يعني حتى الدواب حتى هما لقاوهم في هذا المكان. هذا مشاهدينا الأوفياء كتشاهدوا معنا، هذا المكان هذا كيخلوا فيه الدواب ديالهم. برافو رجال السلطة المحلية، كذلك حملة مشتركة بين الملحقات الإدارية كتشاهدوا معنا. يعني في هذه اللحظات يتم أخذ دواب، شوف أبغالي أبغالي أملاتي يا صاحبي، تمام يا صاحبي، أنقادو باش تجي الرابعة. كتسرح هنا على الشارع الطريق الوطنية، والشارع الكبير فين تحتشوها؟ تحتشوها هذه القيلة خازنين هندر قناة كوير. فين اش مكوير؟ واجب انا عندي واحد بحال ثلاثة مخازنة في كوير هنايا. هنا قليلة، راه منو عليك يكون هنايا بالنسبة تشوفوهم. اشوف اخوان اعوان خبروك قالوا لك حيديو دوينا معاك، خبروك قالوا لك حيديو. لا لا غنحيدو، لا ولكن كانوا شو عندك قال لك حيديو. لا ما كانوش عندي. اه يلا ولاو عندي هذه شي حاجه ماشي بزاف. هادو منو عندهم؟ حيدو والله كنت شحال هي شحال هاجر حافظ ما تقاهم السيمانه ما تقاهمش لقاتي ما عنديش ما عنديش من غير لا لقيت شوف الرجال ما لقاوش لا ما تقاهمش راجيت عندكم يدي هضرت معاكم قلت لكم ما تلقاوش ما كاينش انتم حيت هادشي دابا داخل المدار الحضاري تمنع الا بغيت تربيو شي حاجه في الباديه هنا ممنوع دخلوها ديال الدماغ اللي عنده شي حاجه حيديها البلاصه فين الطبيعه ديالها فين كتعيش في الباديه اما هنا راه مجال حضاري راه كاين الشارع عندكم انتم جوج ديال الشوارع كبار عندكم الشارع ديال الغلام وعندكم الشارع الطريق الوطني رقم 7 اليوم كبار صافي يا لاله خبر بها الناس اللي معاكم بان هذا الشيء خصو يتحيد. مرحبا هنا اوبيراسيون ديال التنزيه كاعندنا واحد لوبجيكتيف راسلنا ليه كاعندنا واحد النقطه اللي هي سوداء اللي هما الناس ديال الكراول اللي كيربطوا بين المنطقه ديال الصفريوي والمنطقه ديال عين حروده اللي هو النقل السري. الحمد لله كانت واحد الحصيله كانت مزيانه. كنشكروا الشرطه الاداريه اعوان، كنشكروا الدائره الحضاريه ديال اهل غلام، كنشكروا منطقه ولا الدائره ديال الامنيه الاناسي كازابيئه
وعوان السلطه بطبيعه الحال، جميع المتدخلين اخوان ديال الصحافه كنشكركم كذلك على ارسال هاد البث هذا. النقطه في الاوبيراسيون ديالنا سالات هنايا، صافي غادي نتلاقاو كلنا في الملحقه. السلام عليكم.